بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألقي على حضراتكم المحاضرة الموسومة محمد باقر الصدر، مؤرخا فدك في التاريخ نموذجا، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المفكر الإسلامي الكبير محمد باقر الصدر. والمعروف عن الشهيد الصدر أنه كان موسوعة علمية ومعرفية كبيرة، إذ برع في مجالات مختلفة في مجال الاقتصاد والفلسفة والاجتماع والسياسة، فضلا عن المجال الفقهي والديني باعتباره عالم دين. يضاف إلى هذا كله الذي يهمنا في هذه المحاضرة هو براعته في المجال التاريخي، حيث أن للشهيد الصدر العديد من المؤلفات التاريخية، منها كتاب سنن التاريخ، وأيضا تاريخ الشيعة الإمامية وأسلافهم، وكذلك دور الأئمة في الحياة الإسلامية، بالإضافة إلى كتابه أهل البيت عليهم السلام، تنوع أدوار ووحدة هدف. والذي يهمنا هذا اليوم هو كتاب فدك في التاريخ، على اعتبار أنه النموذج الذي سنفهم من خلاله أن الشهيد الصدر كان مؤرخا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا هذا الكتاب، أو لماذا كتاب فدك في التاريخ دون غيره من مؤلفات السيد الشهيد قدس سره التاريخية؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن هذا الكتاب يعالج واحدة من أعقد مشكلات التاريخ العربي الإسلامي، حيث إن موضوع فدك من الموضوعات الحساسة بوصفها واحدة من القضايا الخلافية بين المسلمين، ولها أبعاد عقائدية فقهية ترتبط بموضوع وراثة الأنبياء عليهم السلام. هذا من جانب. من جانب آخر، أن حجم التعقيد في هذه المسألة كبير جدا، وبالتالي فنحن أمام مشكلة تاريخية تتمثل بوجود حدث تاريخي فيه أطراف نزاع متعددة، يحاول كل واحد من هذه الأطراف أن يثبت أحقيته في هذا الموضوع ويقدم أدلة وبراهين على ذلك. ونلاحظ أن المؤرخين قد تأثروا بحديث هذا الطرف أو ذاك، فنرى أن البعض منهم تناولها بحسب ميوله وأهوائه واتجاهاته وانتماءاته المذهبية، وهذا ما زاد المشكلة تعقيدا. ثم بعد ذلك جاء دور الباحثين المحدثين الذين هم الآخرين في تحليلاتهم للحدث والتعامل معه، وقعوا في نفس المسألة وتأثروا بآراء المؤرخين الذين سبقوهم، مما عقد المسألة أكثر. إذن نحن بحاجة إلى مؤرخ منصف يتعامل مع الحدث بعيدا عن كل ما ذكر من ميول وعواطف وأهواء واتجاهات، كما نحتاج إلى عقلية ناضجة تتعامل في كيفية صحيحة وواقعية مع الحدث. هذا من جانب. الجانب الآخر الذي دفعنا إلى اختيار هذا الكتاب كنموذج، أنه هذا الكتاب يعد أول دراسة تاريخية في حياة الشهيد الصدر، والتي أثبت من خلالها أنه صاحب رأي ومنهج في مجال البحث التاريخي، ويتصف بالموضوعية والكفاءة رغم صغر سنه آنذاك عند تأليفه لهذا الكتاب. ولا بأس في أن نعطي صورة عن قضية فدك ولو بشكل مختصر. فدك هي قرية من قرى اليهود كانت على مقربة من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عبارة عن أرض زراعية غنية بالمياه وفيها أشجار النخيل. كان يسكن في هذه المنطقة طائفة من اليهود
حتى السنة السابعة للهجرة. ثم بعد ذلك أصبحت هذه المنطقة جزء من دار الإسلام نتيجة للمؤامرات التي كان يحيكها اليهود، واليهود بمجملهم الذين كانوا في المدينة كانوا يحيكون المؤامرات والدسائس ضد دولة الإسلام ويتآمرون على دولة الإسلام، لا بل تعاونوا مع المشركين على دولة الإسلام، وبالتالي فقد نقضوا العهود التي كانوا قد قطعوها إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما أنهم ناقضوا صحيفة المدينة التي أكدت على ذلك. على أثر خيانتهم قرر الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجمة اليهود، وخاصة أو بخاصة يهود خيبر الذين قرر الرسول إجلائهم عن المدينة. هذا الحدث إجلاء يهود خيبر أثار مخاوف بقية اليهود الذين كانوا في المدينة وأثار الرعب في قلوبهم. لذلك نلاحظ أنه أهل فدك من اليهود كانوا قد جاءوا إلى الرسول وطلبوا أن يعقدوا صلح معهم مع الرسول عذرا على أن يعطوه نصف أرض فدك، في حين أن هنالك روايات أخرى تؤكد أنهم صالحوه على كل أرض فدك، وبالتالي أصبحت هذه الأرض خالصة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف عليها بركاب ولا خيل، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. بعد أن نزل قوله تعالى وآتي ذي القربى حقه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطى هذه الأرض التي كانت خالصة له هدية إلى فاطمة الزهراء عليه السلام. لكن بعد وفاة النبي والمراحل اللاحقة نجد أنه أرض فدك من حيث الملكية مرت بمراحل متعاقبة. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن الخليفة الأول أبو بكر كان قد انتزع هذه الأرض من الصديقة الزهراء وجعلها جزء من ملكية الدولة. في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وحسب ما تشير بعض الروايات أنه أعاد هذه الأرض إلى أصحابها الشرعيين وهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان نلاحظ أنه انتزع هذه الأرض وأقصد فدك من أصحابها الشرعيين وأعطاها إلى مروان بن الحكم، وبالتالي أصبحت جزء من إقطاعات مروان بن الحكم. في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نلاحظ أنه أعيدت هذه الأرض إلى أصحابها الشرعيين وهم ورثة النبي، وكانوا ينفقون ما يزيد على مؤونتهم منها على الفقراء والمحتاجين آنذاك. بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والظروف التي مرت بها السلطة آنذاك التي انتقلت إلى معاوية بن أبي سفيان بالمكر والخديعة، نجد أن معاوية بن أبي سفيان كان قد جعل هذه الأرض أو قسم هذه الأرض إلى 3/3، الثلث الأول لمروان بن الحكم، والثلث الثاني لمحمد بن عثمان، والثلث الثالث لابنه يزيد، ثم فيما بعد أصبحت خالصة أو عيدت خالصة إلى مروان بن الحكم. لا نريد أن نطيل على جنابكم في الحديث، لكن ننتقل إلى عهد الخليفة أو عهد أحد سلاطين بني أمية وهو عمر بن عبد العزيز الذي حكم للفترة من 99 إلى 101، حيث أراد عمر بن عبد العزيز إعادة هذه الأرض إلى أصحابها الشرعيين، إلا أنه جوبها بمقاومة عنيفة من قبل أخوانه الذين أشاروا عليه بأن تكون الأرض لهم والغلة والريع لمن يريد من أبناء فاطمة الزهراء
وهكذا كان يفعل. لما تولى بعد ذلك يزيد ابن عبد الملك وهو أحد سلاطين بني أمية انتزع هذه الأرض واغتصبها من جديد، وظلت تحت أيدي أولاد مروان إلى نهاية الدولة الأموية. في زمن بني العباس لما جاءوا إلى الخلافة، وفي تحديدا في عهد أول خلفائهم وهو أبو العباس السفاح، أعاد هذه الأرض إلى آل أبي طالب، وتحديدا سلمها إلى عبد الله ابن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. إلا أنه يلاحظ أن طمع بني العباس لم يجعل الحال يستمر عليه، وإنما اغتصبوا هذه الأرض من جديد. على العموم، وحتى لا نخرج عن إطار موضوعنا، نعود إلى كتاب فدك في التاريخ كنموذج لمعرفة الإبداع التاريخي عند السيد الشهيد الصدق قدس سره. وأولا لابد لنا أن نتحدث عن تاريخ تأليف هذا الكتاب وعمر السيد الشهيد الصدق عند تأليفه للكتاب. لما هاجر السيد الشهيد الصدر من مدينة الكاظمية المقدسة إلى النجف الأشرف في عام 1946 ميلادية لإكمال دراسته الحوزوية هناك، نلاحظ أن أول تأليف قام به هو كتاب فدك في التاريخ. اختلف تلامذة الشهيد الصدر في سن الشهيد الصدر قدس سره عندما ألف هذا الكتاب، فهنالك من قال أن عمره 11 سنة، وهنالك من قال أن عمره 14 سنة، وهنالك من قال 17 سنة، وهنالك من قال 18 سنة، وبالتالي لم يتفقوا على تاريخ معين. في حين ذهب آخرون أو أشاروا إلى أنه ألفه في مطلع شبابه دون أن يشيروا إلى سن محددة عند تأليف لهذا الكتاب، وإنما أكتفوا بالقول أنه ألفه في مطلع شبابه، معتمدين في ذلك على ما قاله السيد الشهيد في كتاب فدك في التاريخ من أنه ألف الكتاب في مطلع شباب. أما عن طبعات الكتاب وترجماته، فالكتاب حقيقة لم يكن في حسابات السيد الشهيد قدس سره أن يطبع هذا الكتاب، نتيجة للوضع الاقتصادي للسيد الشهيد آنذاك، لأنه لم يمتلك المال الكافي لطباعة هذا الكتاب. لذلك نلاحظ أن هنالك من تبنى طباعة هذا الكتاب، وهو صاحب المكتبة الحيدرية الشهيرة في النجف الأشرف، شخصية رائعة، هو الحاج محمد كاظم الكتبي. لما لهذا الكتاب من أهمية كبيرة آنذاك، وقد طبع في سنة 1374 هجرية، ويلاحظ أن الأيادي تلاقفته ونفذ من السوق بسرعة كبيرة. ونظرا لأهمية هذا الكتاب وصدى في أوساط العلماء وبين الناس، فقد أعيد طبعه أكثر من مرة وترجم إلى اللغة الفارسية، وهو الكتاب لحد الآن الأهم في مضمونه وأسلوبه رغم كتابات الكثيرين عن قضية فدك وملامساتها. ليس هنالك أروع من هذا الكتاب في قضية فدك. المفارقة التي يجب أن تذكر هنا أن السيد الشهيد الصدر فيما بعد كان يرفض إعادة طبع كتاب فدك في التاريخ، وقد وجه أصحابه وطلابه بهذا الشيء، ويبدو أن ذلك كان بعد تصديه للمرجعية، نتيجة لطبيعة المرحلة، وأن هذا الموضوع قد يثير حساسية مذهبية لدى بعض المسلمين، وقد يزيد الفجوة بين المسلمين، سيما وأنه يصدر عن مرجع كبير آنذاك باعتباره واحد من أكابر مراجع الشيعة. وهذا يتضح في الرسالة التي
بعثها السيد الشهيد الصدر قدس سره إلى الأستاذ الباحث حسن الأمين، والتي قال فيها: وفي نفس الوقت فأنا لا أرجح إعادة نشر هذا الكتاب نظرا إلى طبيعة موضوعه وملابساته العاطفية، وأرى أن العمل الفكري الإيجابي المستقل أفضل من الدخول إلى المناقشات المذهبية مهما كانت موفقة وعميقة. هذا كان رأي السيد الشهيد الصدر. وهنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، هو أن السيد الشهيد الصدر لم يتخلى عن أفكاره في هذا الكتاب، وإنما وجد أن طبيعة الظرف تحتم عليه عدم ترويج الكتاب مجددا، سيما وأنه من الشخصيات الشيعية التي كان يشار لها بالبنان، وبالتالي فإن إعادة الكلام في هذا كما أسلفنا أنه قد يحدث فجوة بين المسلمين. من أبرز الملاحظات التي يمكن أن نلاحظها من خلال كتاب فدك في التاريخ، أن السيد الشهيد الصدر أشار إلى غياب مشروع النقد التاريخي لدى الكثير من الباحثين، وأيضا هيمنة المناهج التقليدية التي تفتقر إلى عناصر التحليل الموضوعي في كتابة النص التاريخي. وأرجع السيد الشهيد الصدر ذلك إلى جملة من الأسباب، منها أن النقد التاريخي قد يؤدي إلى أحيانا قد يؤدي إلى مخالفة المألوف، وقد يجرح في بعض الأحيان عواطف العامة، وأيضا أرجعها إلى هيمنة السلطات في بعض الأحيان على الأفكار، لا بل في بعض الأحيان أيضا أرجعها إلى المجاملات التي كان يقوم بها الباحثين. هذا كله يجعل الحقيقة التاريخية ناقصة أو ينظر لها من وجهة النظر التي ترضي العامة أو ترضي السلطة. وفي هذا المجال حقيقة نستعرض نقد السيد الشهيد الصدر للباحث العقاد في كتاب الزهراء والفاطميون، حيث أن العقاد قال أن الزهراء أجل من أن تطلب ما ليس بحق لها، وأن الصديق أجل من أن يسلبها حقها. في حقيقة الأمر السيد الشهيد الصدر قدس سره رد على السيد العقاد في كتابه فدك في التاريخ بقوله: إن تزكية الخليفة والصديقة معا أمر غير ممكن. هذا من جانب. النقطة الأخرى التي تلاحظ في الكتاب أن هنالك جرأة في الرأي من قبل السيد الشهيد الصدر، وتحديد الموقف الصريح دون المحاولة لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، واعتماد منهج البحث التاريخي الذي يقوم على النقد والتحليل والاستنتاج. أيضا من الملاحظات في هذا الكتاب أنه السيد الشهيد الصدر امتاز في تعامله مع هذه القضية بالحياد والموضوعية التامة، ومما يشار له في هذا الجانب أنه عكس أخلاقياته في الموضوع من خلال التطرق إلى الأشخاص الذين وردوا في هذا الكتاب، أو أسماء الأشخاص الذين وردوا في هذا الكتاب، حيث يلاحظ أنه لم يستخدم أي عبارات جارحة أو عبارات تخدش أو تسيء إلى هؤلاء الأشخاص الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب. أيضا يلاحظ أن السيد الشهيد الصدر استفاد من العطاء الثر أو المعرفة الفقهية التي يمتلكها في أن يعزز رأيه في الجانب التاريخي عند تأليف هذا الكتاب، والمعروف أن هنالك علاقة وثيقة بين التاريخ والفقه لا سيما التاريخ الإسلامي. أيضا أكد السيد الشهيد الصدر في هذا الكتاب أنه على المؤرخ أن يتحلى بالشجاعة، وأن يتصدى لمحاكمة التاريخ، وأن لا يتهيب من النتائج مهما كانت، لا يتهيب من النتائج التي يتوصل لها مهما كانت من خلال أدوات البحث التاريخي. أمام كل هذا كله نستطيع أن نطلق على السيد الشهيد الصدر
أنه كان مؤرخا ووجدنا كل مواصفات المؤرخ تنطبق عليه ومن خلال كتابه فدك في التاريخ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.